السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة أن أنا أخصيكم النهاردة بالدعوة الكريمة اللي أسعدت بيها أستاذة عبير عبد الفتاح، أستاذة حنين، اللي فعلا بتجمع الفنانين في ملتقى رائع من الفن التشكيلي والشعر والغناء والرقص والعزف الرائع. أنا سعيدة أن أنا أخصيكم النهاردة. طبعا الدكتور عادل اتكلم كتير عن هذا المحفل اللي احنا موجودين فيه، فلم يسعني غير ان انا اشكركم كلكم على تواجدكم. انتوا فعلا عكستوا عليا جزء كبير من السعاده والحب اللي انا لمحته في وجوهكم وفي تعبيراتكم وفي ابتسامتكم وفي غنائكم. انا بشكركم وبحييكم جميعا وبحيي المنصه أستاذ كابتن دهب وجوده معانا، وبحيي كل أهل النوبة والسودان وشعب مصر العظيم اللي مهما مضى عليه من وقت هتظل ثقافته أحلى وأروع ثقافة على المستوى العالمي. شكرا لكم كلكم.